ذنبه ايه ده؟ ذنبه ايه ده يا جدعان؟ شوفنا عنده ازاي لسه ما فتحش. ما ولا هيفتح خلاص كده، العمليه انتهت خلاص. واخدين بالكم؟ سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Let's go. يا غالي. اهو يا غالي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي وحبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنسوش تصلوا على النبي وتعملوا لنا لايك، تمام؟ انا النهارده شفت حاجه بقالي سنين ما شفتهاش، من ساعه ما اتمنع ذبح النت. ذبح النت لما كانت الثروه الحيوانيه كبيره كانت الحكومه محلله بذبح النت. حاليا ممنوع ذبح النت نهائيا، يعني النتايه ما تخشش المذبح تتذبح الا في حاله واحده، لما يكشفوا عليها ويعرفوا ان هي خلاص قطعت الخلف بعد كده تتذبح. طب صليتوا على النبي؟ النهارده بقى نشوف واحد بصلاه حضره النبي جاب حوليه نتايه. جاب ايه؟ نتايه. النتايه دي طلع منها ايه؟ بعد ما اتذبحت طلع منها البشيمه. البشيمه اترمت على جنب، هو كان جايبها يذبحها ياكلها، اترمت على جنب. فانا عملت ايه؟ خدت البشيمه عشان عارف ان جواها جنين صغير، ما رضيتش اقول له عشان خاطر ما يقرفش من اللحمه، لان لما النتايه بيبقى جواها جنين واتذبحت اللحمه بتبقى زفره، لحمتها بتبقى ايه؟ بتبقى زفره. هي دي يا جدعان البشيمه. ايه هي دي البشيمه يا جدعان؟ البشيمه اللي بيتكون فيها الجنين، سواء بقى في الحيوانات او في البني ادمين، هنا بيتكون الجنين، تمام؟ هنفتحها بقى ونشوف الدنيا مع بعض. يلا بينا، يلا نفتحها نشوف العيل اللي جواها. يلا بينا نفتح مع بعض. اقرب كده يا غالي. بسم الله الرحمن الرحيم. Let's go. اهو يا غالي. ثبت الورد. اللي باع الحوليه دي اللي باعها ما كانش يعرف ان جواها عيل، لانه ما كانش لسه كبر، حاجه صغيره ايه؟ لو حطينا جنبها الكازلك هي قد الكازلك بالظبط، قد السكينه. بص انا احط جنبها ده، ايد اكبر منه اهي، بص ايد اكبر منه. فهو ما كانش لسه كبر في بطن امه، فاللي باع باعه ما يعرفش، لو كان يعرف ما كانش باعه ليه؟ هيقعد عنده شويه وهتخلف بقى، ممكن كان يتكون فيها عيل تاني او اتنين او تلاته، الله اعلم. واللي ذبح ما كانش يعرف، ولو كانوا يعرفوا ما كانوش ذبحوها، لان زي ما بقول لك جاي لهم في السكه فلوس، وما ثمنه اغلى من امه. ايه ده شايف ايه ده؟ دي معزه. معزه؟ دي معزه صح؟ اه. حط ايدك جنبها كده. ليه؟ حط ايدك نشوف انا اكبر، ايدك ولا هي؟ ايدك اكبر؟ ثبت الورد يا جدعان. اهو الجنين اهو. ده الجنين يا جدعان. خروف ده. ده خروف يا جدعان اهو. اهو. بيبقى بشعره؟ اه. اه يا جدعان، فالمفروض يا جدعان قبل ما حد يذبح اي نتايه، يعني انت اشتريتها من السوق حضرتك، قبل ما تذبحها اكشف عليها شوفها، ده يمكن جواها عيل، انت اولى بيه زي كده. ويستحسن ان انت تجيب الدكر، النتايه دي تجيبها تربيها مش تذبحها، الله اعلم دي فيها تاني ولا لا. قرب عليه يا ابني كده صوره. ده الزق دي بتعمل كده. ايوه انت ساعات بتجيب الاثنين والثلاثه. ساعات بتجيب الاثنين والثلاثه. سبحان الله. كل ده عيال. احنا كبشر اتخلقنا برضه سبحان الله في قلب البتاعه دي. بقلب البتاعه ديت يا حبيب قلبي، ربنا خلق لك ان انت تاكل وتشرب جواها وتتقلب وتنام وترتاح
بص وتتمطع. واول ما بتخرج من البتاعه دي بتفضل تعيط. طبعا بتعيط ليه؟ بتعيط عشان انت بتفتكر ان خلاص كده رزقك كان جوه هنا، وبتطلع للدنيا بتفتكر ان رزقك هيتقطع. فكلنا يا جدعان سبحان الله طالعين من هنا. اهو يا غالي بص كده خروف اهو. فده يا جدعان بالله عليكم يعني اي حد ايه دي معزه دي ولا ايه؟ خروف سبحان الله. شايفين يا جدعان؟ شايفين يا جدعان الكوارع؟ الكوارع ايه؟ سبحان الله. شايفين حبل الصوغه؟ شايفين دماغه عينيه مغمضه؟ ينزل سبحان الله مفتح. مين اللي علمه ياكل جوه والكلام ده يطلع؟ الكوارع والاحشاء اللي جوه دي ربنا خلقها سبحان الله. دي لسه دي كام يوم دي؟ ده دي واحد اشترى خروف، اشترى نعجه وذبحها عشان سعرها ايه؟ حنين، مش زي سعر الخروف. فبيذبح النعجه تطلع ديت منها، وهو رماها على جنب. قمت انا واخدها عرفت ان هي فيها عيل، ما رضيتش اقول له ان فيها عيل عشان خاطر ما يقرفش، لان اللحمه بتبقى زفره طالما فيها عيال. عشان كده تبيع النتي ممنوع، النتي ممنوعه تبيعها. ممنوع دي بيعها ليه؟ عشان خاطر الثروه، عشان انا على طول بقول الثروه الحيوانيه تكتر، فممنوع ذبح النتي بسبب كده. اهو وفعلا حاجه حرام فعلا اقسم بالله. يعني لو الحكومه منع ذبح النتي ففعلا عندهم حق عشان خاطر حاجه زي كده. ده ذنبه ايه؟ ذنبه ايه دوت؟ يطلع كده ميت. حسب الله ونعم الوكيل. لو اتساب كان زمانه بالصلاة على حضرة النبي، كان زمانه بالصلاة على حضرة النبي ايه؟ خروف، كان هيبقى خروف وثمنه أغلى من أمه. ثمنه هيبقى أغلى من أمه. وأدي اللية بتاعته أهي لسه ما كبرتش. أدي اللية كل ده بيتكسي كده شحم، وده بيتكسي لحم. شايفين طالع لها بتوعتين دول؟ طالع لها بالبلتين أهو. سبحان الله الله اعلم. ده الجنين بيتكون جواها البويض. البويضات دي البويضات اللي بنتكون جواها. بنتكون ايه جواها؟ اهو الراجل ذبحه. الراجل ذبحه. الراجل اللي اشتغله وكان يعرف ما كانش ذبحه، واللي باعه له لو كان يعرف ما كانش باعه. ليه بقى؟ حرام طبعا، بس الله اعلم هم ما كانوش يعرفوا. يعني اللي باع لو كان يعرف ان جواه عيل ما كانش باعه. ليه؟ هيسيبه شويه هيحصل ايه معاه؟ هيطلع خروف، هيبقى هو اولى بثمنه. تعمل ازاي يا جدعان ينفع؟ واللي اشتغل، واللي اشتغل لو يعرف برضه ما كانش ذبح. انا جبت ايه؟ حرام. ايوه طبعا حرام. ذنبه ايه ده؟ ذنبه ايه ده يا جدعان؟ شايفين عامل ازاي؟ لسه ما فتحش. ما ولا هيفتح خلاص كده، العمليه انتهت خلاص بقى. شايفين يا جدعان؟ واخدين بالكم منه؟ واخدين بالكم؟ سبحان الله. وبكده اقول لكم بحبكم في الله كلكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.